نسافر رحلة الأيام نحقق فرحة الأحلام مع القادة في كل مجال ندرس فكر مع فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة تحت عنوان مصر أمن واستقرار. نعيش هذه الحلقة 25 يناير. قد يظن البعض خاصة الشباب أن 25 يناير لم تعرفها مصر إلا في ثورة 25 يناير 2011. قصة 25 يناير قصة بطولات القوات المصرية في الإسماعيلية في عام 1952 سطرت بدمائها أسماءهم في قلوبنا فلن ننساها أبد الدهر. الذي حدث بريطانيا ناقضة العهد على مر الزمان والأيام، حينما كانت حرب بين الإنجليز بريطانيا وبين ألمانيا حرب عالمية، وأرادت بريطانيا أن تكون مصر في صفها باتفاق، يعني لو خرجت بريطانيا من هذه الحرب وهي منتصرة فمن حق مصر يعني يكون لها استقلال، يكون لها معاهدات تمت بين النحاس باشا وبين الإنجليز. وبالفعل مرت الأيام وكانت بعدما وضعت الحرب أوزارها كانت لصالح بريطانيا. مصر تنتظر الوفاء بالعهد، لكن لا عهد لهم. لم توافق بريطانيا ولم تعطي مصر جزاء ما فعلت معها أي شيء. تحرك النحاس باشا يطالب بهذا الأمر، فكان الرفض القاطع من بريطانيا. كان هذا 8 أكتوبر 1951، أعلن النحاس باشا أن مصر تطالب وبقوة بحقها. غضب الإنجليز، بالعكس زاد الخلاف بين مصر وبين بريطانيا. على أثر هذا الخلاف في عام 1952 في 25 يناير القوات الإنجليزية تذهب إلى محافظة الإسماعيلية مكان الحدث تحديدا قسم شرطة الإسماعيلية. القوات الإنجليزية تأمر أن أبناء الشرطة المصرية يلقون أسلحتهم ويتركون المكان لبريطانيا. يا ريت بس أجل الاتصالات شوية. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ أحمد. أنا كنت مقدم شكوى مع القادة ورفعها لمشروع المية الطمية. تمام. والحمد لله رب العالمين، باشمهندس أحمد واللواء هشام مشكورين، تمت والحمد لله، كنا في غاية التعب يعني، والحمد لله نشكر حضراتكم جميعا إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد. كنترول بس صبرا على الاتصالات شوية، لسه الحلقة في بدايتها. أريد أن يعرف الشعب المصري خاصة الشباب اللي هم لسه مواليد التسعينات، اللي هو أثناء الثورة في 25 يناير كان عمره 9 سنوات 10 سنوات، لم يعرف تاريخ الشرطة المصرية المشرف. في هذا اليوم 25 يناير 1952 بريطانيا تأمر مصر أن تضع الشرطة المصرية أسلحتها ثم تنصرف. طبعا أبلغوا القائمين على الشرطة المصرية في قسم شرطة الإسماعيلية فؤاد، كان هذا في عهد النحاس باشا، وكان وزير الداخلية أنذاك فؤاد سراج الدين. لما وصل إليه الأمر رفض طبعا بالكلية كما رفض الجنود المصريين والشرطة المصرية في الإسماعيلية. بريطانيا أرسلت بقى كم؟ 7000 مقاتل بريطاني عشان يحاصروا عدد لا يتجاوز 100
من الشرطة المصرية داخل قسم محافظة الإسماعيلية. الشرطة المصرية تعمل إيه بقى؟ 7000 واحد تستسلم؟ لا، ليس هذه هي عادة الشرطة المصرية البواسل. في 25 يناير 1952 سطر أبناء الشرطة المصرية على أرض الإسماعيلية نموذج جعل القاصي والداني يلقي لهم التحية أحياء وأمواتا. فلما حدث هجوم من بريطانيا استشهد 50 من أبناء الشرطة المصرية وتم جرح 20. ثم قامت الشرطة الإنجليزية بقيادة وكسهام بعمل حول منطقة قسم شرطة الإسماعيلية، وكل من يجدونه من الشعب المصري يأخذونه أسيرا. فسطر هذا اليوم في تاريخ الصفحة البيضاء للشرطة المصرية، وبعدها من كل عام في هذا التاريخ تشهد مصر احتفالا بالشرطة المصرية. في حاجة كمان يا جماعة قبل أي اتصالات وقبل أي حاجة، ضابط الشرطة المصرية، طبعا احنا بنتكلم عن الجيش في 6 أكتوبر ونعطي له حقه، ودائما الجيش في القلب وعلى الرأس، ولا أحد يزايد على حبنا للجيش المصري، لكن أرى أن الشرطة المصرية لم تأخذ حقها. ضابط الشرطة المصرية يا جماعة، لو لك صديق، لو لك جار، لو لك حبيب، شوفوا هو إزاي بيشتغل، كم ساعة بيشتغل، تقريبا ما بيقعدش مع عياله. ولو قعدت مع أي مسؤول من الكبار في الشرطة المصرية هيقولك الكلام ده، ما عندوش أي مناسبات يعرف يحضرها مع أهله، أولاده نفسهم ممكن ما يشوفهمش، يروح الصبح شغلهم نايمين ويرجع، كان يتغدى أو ممكن يقعد يومين برا البيت ويرجع بليل وهم نايمين. يعني حياة أشبه ما يكون بالمعسكر في القوات المسلحة. عشان كده جناحي الأمن والأمان في مصر الجيش المصري والشرطة المصرية. طب تعالى شوف، أنت بتتفرج على الماتش زي ما أنت عايز في المكان اللي أنت بتختاره، بتروح مولات، تروح كافيهات، عامل زيارات، عايش حياتك بالطول وبالعرض. أبناء الشرطة المصرية لم يعيشوا هذه اللحظة، بل جعلوا غايتهم الحفظ على الأمن والأمان في مصر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عينان لا تمسهما النار، عين باتت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. تحية شكر وتقدير وإعزاز للقوات الشرطة المصرية، كما لا أنسى تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة. حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها. بداية الاتصال مع اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم. السلام عليكم سيادة اللواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رمضان. أخبار حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله دكتور، الحمد لله. سيادة اللواء، يقال عن مبادرة حياة كريمة، ما أبعادها وما هي؟ تكلمنا حضرتك عنها. والله حضرتك، هو كان في مبادرة سيادة الرئيس بالنسبة لحياة كريمة للكرة المصرية، واختار مركزين، تم اختار مركزين على مستوى الفيوم، هو مركز يوسف الصديق ومركز إرصة، وتم تقسيم المهام بالنسبة للمياه والصرف الصحي. شركة المياه الفيوم بجميع أعمال المياه في المركزين، الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية للمياه والشرب والصرف الصحي هيقوم بجميع أعمال الصرف الصحي. إن شاء الله رب العالمين مع نهاية هذا العام هيكون خدمة المياه في المركزين وخدمة الصرف الصحي بإذن الله تعالى طبقا لتوجيهات الرئاسة هتكون 100% إن شاء الله تعالى. يعني مبادرة حياة كريمة لمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة في محافظة الفيوم من نصيب مركزي يوسف الصديق وإطسا. تمام. توصيل مياه وعمل الصرف الصحي بالمركزين. لا انا بتكلم اللي يخصني مياه وصرف صحي، اما الـ 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 المركزين زي ما قال سيادة الرئيس امبارح في كلمته ان هيبقى فيه جميع الخدمات، جميع الخدمات، طرق ومياه وصرف صحي وغاز وتليفونات، ما شاء الله. يعني ليست مياه وصرف صحي فقط، حضرتك بتتكلم اللواء هشام درة، اللواء أركان حرب هشام درة، عن الجزء الذي يخصه اللي هو مياه الشرب والصرف الصحي. تمام كده يا دكتور. سيادة اللواء، طيب أهم إنجازات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في عام 2020 داخل محافظة الفيوم؟ والله يا فندم، الهدف الأساسي لإنشاء شركة المياه هو أعمال التشغيل والصيانة.
طبعا زي ما سيادتك عارف، الشركه او الشركات التابعه للشركه القابضه تم انشائها بقرار جمهوري في عام 2004. تمام. طبعا استلمنا البنيه التحتيه قديمه ومتهالكه وفيها مشاكل كثيره جدا. الحمد لله رب العالمين، على مدار ال 16 سنه اللي فاتوا في انجازات تمت في مجال المياه الشرب والصرف الصحي. اللي هذكرها بالنسبه لي انا في فتره ما بديت توليت مهام رئاسه الشركه، عملنا انجازات كتيره جدا في مجال الميه، وهتكلم بعد كده على الصرف الصحي. تمام. في مجال الميه احنا سيادتك اول ما وصلت زي ما قلت سيادتك قبل كده كان مركز مدينه طميه ما فيش فيها ميه تقريبا، كان المحطه بتعمل بكفاءه لا تتعدى 50 60%، الميه بتمشي بقصور ذاتي، ما فيش ضغط، ما فيش كلام من ده. الحمد لله الشركه استلمت المحطه وقامت باعمال رفع الكفاءه ليها بالتنسيق والتعاون مع شركه مياه الشرب للقاهره، والحمد لله رب العالمين المركز ذاته ومدينه المياه فيها بنسبه 100% على الاطراف المتراميه اللي هي في فصل الصيف المياه بتوصل لهم ضعيفه او ما بتوصلش، واحنا بنعمل جاهدين في هذا الصيف في هذا الشتاء على ان الصيف الجاي ان شاء الله المياه توصل بنسبه 100%. تمام. خط قصر الباسل دانيال في قصه تم دخوله الخدمه، والحمد لله المياه بقت على مستوى عالي دلوقتي في مركز ومدينه قصه، وان شاء الله هنكملها بمبادره حياه كريمه بقى، هنعمل حلو تجديد للخطوط الاسبستوس اللي موجوده. تمام. هنعمل حلو تجديد عشان نكبر اقطار المياه عشان توصل خدمه اكبر، هنكمل الخطوط اللي كان المفروض تكمل في الخطه الاستثماريه على مراحل. سياده الرئيس امر ان مركز قصه ومركز الصديق يتم العمل فيهم تحت برنامج حياه كريمه عشان توصل الخدمه بنسبه 100%، وما تعانيش ان شاء الله الصيف الجاي باذن الله تعالى. دي بالنسبه لميه الشرب. تمام. بالنسبه للصرف الصحي، احنا قمنا باعمال رفع كفاءه لروافع الصرف الصحي. احنا عندنا روافع يا استاذ يا دكتور رمضان توصل لحوالي 110 رافع. 110؟ 110 رافع صرف صحي، 110. تمام. خدمة الصرف الصحي الموجودة حاليا توصل 47%. لما أنا وصلت كانت حوالي 43.5. استلمنا مشروعات من الهيئة القومية دخلت الخدمة، رفعت نسبة الصرف الصحي من 43 وصلت لحوالي 47% حاليا. تمام. ولسه في مشروعات الهيئة القومية هتدخلها إن شاء الله الشهور القليلة القادمة هترفع نسبة الصرف الصحي، بالإضافة لقرض البنك الإعمار وإعادة التعمير الأوروبي. شغالين في الدراسات دلوقتي وان شاء الله اول بدايه لينا هتكون محطه معالجه زاويه الكراسه، وشغالين بالتوازي مع الخطه الاستثماريه للدوله ومع برنامج حياه كريمه. محافظه الفيوم من المحافظات الواعده في مجال الصرف الصحي، ان شاء الله على نهايه القرض اعتقد ان احنا ممكن نوصل بعد مبادره حياه كريمه حوالي 85 90% خدمه صرف صحي ان شاء الله رب العالمين. سياده اللواء هشام ضره، بالنسبه لل 47% في الفيوم، شايف حضرتك ان هي نسبة كويسة ولا نسبة متوسطة؟ يا فندم احنا بالنسبة للصعيد من اعلى محافظة. يعني الفيوم اعلى معدل في الصرف الصحي من المحافظات الاخرى؟ طبعا بالنسبة للصعيد انا بتكلم على الصعيد. تمام. الفيوم اعلى نسبة خدمة الصرف الصحي، يعني على سبيل المثال هتلاقي اسيوط حوالي 22%. تمام. وهكذا يعني بدون ما اذكر بقى محافظات او شركات اخرى. اكيد. هي احنا اعلى نسبه، وحظنا كان كويس لان كان الهدف بحيره قارون عشان البحيره ترجع تبقى نشاط سمكي تاني، والاهالي اللي لهم اماكن وهي منطقه سياحيه اصلا بحيره قارون، فكان الاهتمام بيها من ضمن الاهتمام بيها خدمه الصرف الصحي. عشان الميه اللي تخش على البحيره تكون الميه مطابقة للبيئة وما تضرش بصحة الإنسان. سيادة اللواء، حاجة أخيرة بعد إذن حضرتك، بالنسبة لبعض المحطات اللي تم تشغيلها قريبا متوقفة حاليا على سبيل المثال مثلا السنباط وسيلة. لا، السنباط وسيلة لسه ما اشتغلش، دي الهيئة القومية حاليا بتعمل بتنشئهم، وإحنا كشركة ماء بنستلمها، هي لسه ما بعتلناش عشان لسه في الفينش الأخير بتاعها، وان شاء الله تخش الخدمه. اي محطه بتخلصها الهيئه القوميه بترسل لشركه الفيوم، بنشكل لجان بتطلع، انا عشان انا المشغل بطلع ابص على المحطه اشوفها مطابقه، اشوف الترمبات بتاعتها كويسه، الحاله الانشائيه بتاعتها كويسه، بنستلم على طول. زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت احنا استلمنا محطات كتير زي الطويل والعتمنه وخلافه، وان شاء الله الدور برضه هيكون على محطه معالجه العذب ومحطه معالجه دمشقين،
هنكون داخل معانا الرافع بتاعت محطات الصنباط وسيله باذن الله، انما هي لسه ما اشتغلتش عشان نقول اشتغلت وخرجت تاني. لا انا قصدي العماله كانت هتشتغل، بدا العمل فيها بس العمل متوقف. لا دي حاجه حضرتك ممكن اللي يفيد سيادتك فيها اكتر المهندس منتصر رئيس الجهاز التنفيذي، بس اعتقد ان هي كانت يعني مشاكل مقاولين مش اكتر يعني. تمام. سياده اللواء اركان حرب هشام دره رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، شكرا لحضرتك. يمكن بنقول مصر 2021 ان شاء الله بدايه انطلاق، انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما الله يريد، حينما بعض الدول ارادت ثورات عربيه. ويمكن السؤال اللي بنختلف عليه دائما هي 25 يناير ثوره ولا مش ثوره، هي 25 افادت ولا ضرت. ما بلاش الجدل ده ونقول نرجع للدستور المصري اللي هو أقر إن في ثورتين مصريتين، فما نتكلمش بجزئية بقى 25 أفادت ولا ضرت، ما وصلنا إليه الآن. ما هو مشكلتنا إحنا يا جماعة كعرب بننظر للماضي ونفكر فيه طويلة، وننظر للمستقبل ونتأمل فيه طويلة وننسى حاضرنا. يا عم هو ده الهم، هو ده الغم، الهم إنك تبكي على أمس، والغم انك تفكر في غد. يا عم امس انتهى وخلص وغدا لسه ما جاش، عيش يومك النهارده. هم على فكره الثورات العربيه دي كلها فكروا فيها وارادوا تنفيذها عشان حاجه واحده بس، عشان يوقعوا مصر ويسقطوا مصر، ولا يعنيهم الا مصر. سبحان الله، كل الدول وقعت الا مصر. تعرفين يا جماعه مش مجاملة عشان الشعب المصري، أطيب شعب بجد هو الشعب المصري. الشعب المصري ممكن يكون زعلان منك جدا جدا، مجرد ما تكلمه كلمة حلوة، مجرد ما تتواصل معاه يرجع ويبقى صافي يا لبن، لا عنده لا الغل ولا الحقد ولا الحسد، أبدا ما عندناش الكلام ده. فمصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى هتفضل طول عمرها كده. هو لما كان العالم كله في أزمة طعام، مين اللي وقف مع العالم كله؟ مش مصر؟ وليس قصة يوسف عليه السلام منا ببعيد، حينما كانت مصر طعاما وشرابا للدنيا كلها. طب بعد ما حصل الموقف ده من مصر كنا بنمن على حد؟ قلنا للعرب احنا علمناكم؟ قلنا للعرب ان احنا وقفنا جنبكم؟ ما حصلش. طب ليه كل حاجة يقدم لمصر، اي حد يقدم لمصر حاجة يقول لك انا عملت لمصر وقدمت لمصر؟ يا جماعة انت شعب مصر 110 مليون، يعني مصروفنا اليومي يوكل دول دون ذكر اسمها سنين، مصروفنا اليومي. وبنقول حاجه كمان، مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي فيها صناعه، هتلاقي فيها زراعه، هتلاقي فيها علماء، هتلاقي فيها طب، هتلاقي فيها هندسه، هتلاقي فيها رياضه، هتلاقي فيها فن، هتلاقي في الشعب المصري كل حاجه، حتى الشخص الواحد عنده قدر من الثقافه يعلم عن كل شيء شيء ولا يجهل شيء. ولكن التخصص، مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى في 2021 مع بداية شهر يناير واحتفال الشرطة المصرية بعيدها ومحافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، نقول تعالوا هنا بقى. هو زمان على يد الإنجليز مش الشعب المصري وقف جنب الشرطة المصرية وضحى وكان من الشرطة المصرية شهداء وكان من الشعب المصري شهداء؟ أنا أتذكر هذا الموقف وأقول 25 يناير 2011 تحية لكل الشهداء من الجيش والشرطة ومن المدنيين، تحية لمن ضحوا بدمائهم حتى نحيا حياة كريمة. أنا بقول للكل يا جماعة ما تيجوا نبدأ صفحة جديدة، تعال نقعد مع بعض ونتفاهم. انت ممكن بتحب مصر بس بطريقة مختلفة. معنا على الهواء مباشرة سيادة النائب اللواء فاروق المقرعي. سيادة النائب السلام عليكم. اهلا بك يا دكتور رمضان، اهلا بك. اخبار حضرتك؟ الحمد لله والله نحمد الله. سيادة اللواء فاروق المقرعي عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الاسبق، ماذا تقول للشرطة المصرية في عيدها؟ نقول للشرطة كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في تقدم، كل سنة
وانتم متحدين ان شاء الله مؤديين لمصر واجبها عليكم بحفظ امنها وامانها والوقوف بدوار هذا الشعب الطيب الامين الذي انتم جزء لا يتجزأ منه. فالشرطة المصرية ابناء الفلاحين وابناء العمال وابناء الطبقة الوسطى، كل الشرطة من هذه الطبقات. ولهذا بقول لهم كل سنة وانتم طيبين جميعا، والايام تعود عليكم بخير ان شاء الله، وانتم متقدمين واكثر رؤية للافق المستقبلي. سيادة اللواء، حضرتك شايف الامن المصري وصل الى درجة مرضية الان؟ شوف، الامن المصري من سنة 2013 يونيو 2013 وهو يتقدم. تمام. لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع وعينه على جهاز الشرطة، وأن هذا الجهاز يجب أن يقوم ويجب أن يطلع بدوره، لأن لا أمن ولا أمان لمصر بدون رجال شرطة. تمام. متدربين ولديهم من الذخيرة العلمية من الذخيرة التكنولوجية الحديثة. ولهذا فالشرطة الآن وصلت إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في هذه الفترة، وإن كانت مازالت تطمح للمزيد بحيث تضارع أقوى أجهزة الشرطة في العالم تجهيزا وتدريبا وقدرة على أداء واجبها الأمن. سيادة اللواء فاروق المقراحي عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الأسبق، ماذا تقول لأبنائك من الشرطة المصرية؟ أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يوفقكم، وأن تؤدوا واجبكم كما تعلمتموه في الكلية وفي المعاهد المختلفة، وأن تكونوا عند حسن ظن الشعب بكم، لأنكم أبناء هذا الشعب، وأبناء هذا الشعب حريصين على أمنه وأمانه وحريصين على مستقبل هذه الأمة. سيادة اللواء فاروق المقراحي عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا لحضرتك. الشرطة المصرية في عيدها، كل التحية والتقدير لكم، بل ولأسركم ولأبنائكم ولأهليكم. أعلم أن ضابط الشرطة المصري يعيش أشبه ما يكون في عمله بالمعسكر تماما بتمام، مثلما يحدث مع أبناء القوات المسلحة المصرية. الجيش المصري والشرطة المصرية جناحي الأمة، كم ضحيتم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أموالكم وفي أولادكم. وأنا لا أتكلم عن ملائكة، كل جهاز وكل وزارة وكل هيئة فيها ما فيها، لكن إن كان من خطأ فهو فردي. أما عامة الشرطة المصرية وأنا أعلم الكثير عنهم، بل إذا جلست أحدهم والله أقول الحمد لله ما طلعش ضابط شرطة، يعيش حياة أشبه ما يكون بالمعسكر، شمعة توقد حتى تضيء للآخرين، برستيج لأهله، فرحة في العيلة لما ابنها دخل شرطة، بس على حساب هذا الفرد نفسه. الضابط ده لما يخرج أي مناسبة ما بيحضرهاش، أي اجتماع عائلي هو غايب عنه. معنا على الهواء مباشرة الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك بخير وجميع مشاهديك بخير إن شاء الله. أسرة برنامج مع القادة تزف لحضرتك التهنئة بمناسبة تولي حضرتك وكيل وزارة محافظة الفيوم، وبالتوفيق الدائم إن شاء الله. شاكر جدا يا فندم، شاكر جدا. معالي الدكتور، هل من إيضاح لأولياء الأمور بمناسبة امتحانات الترم الأول؟ وكيف تكون كيفيتها؟ إيه اللي هيحصل في الامتحانات؟ إن
شاء الله الامتحانات كما هو مقرر لها بعد العودة إلى المدارس، العودة هتكون إن شاء الله يوم 20 فبراير، ثم بعد كده الامتحانات، وهتكون على نفس المنوال تمام بتاع الامتحانات بتاع كل عام، امتحانات الفصل الدراسي الأول. معالي الدكتور، حضرتك خطة حضرتك الفترة القادمة للفيوم، هيضاف شيء جديد بالنسبة لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم؟ في الحقيقة بس في البداية يعني أنا خليني أعبر عن امتناني إن أنا أكون مسؤول عن ملف التعليم في محافظة جميلة من محافظات مصر، يا محافظة الفيوم، وإن شاء الله ربنا يقدرنا كده ونقدم شيء متميز في التعليم لأهالي المحافظة. وعايز أعبر عن اعتزازي بكوني واحد في الجهاز التنفيذي لمحافظة الفيوم بقيادة واعية وحقيقة تحمل كثير من الفكر التنموي. تمام. دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. أما بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته عن الفترة القادمة، ممكن أقول إن العمل الجيد دايما يسبقه تخطيط جيد. تمام. دي عبارة مهمة جدا. تمام. لازم نحطها في الاعتبار. تمام. وفي الحقيقة الفترة اللي أنا توليت فيها منذ شهرين وإحنا تقريبا كده عاكفين مع الزملاء في مديرية التربية والتعليم بالفيوم والأجهزة المعاونة والأجهزة التنفيذية إن إحنا نحط رؤية للتعليم واستراتيجية تكون واقعية. تمام. تتناسب مع ما نشهده حقيقة يعني من انطلاقة تنموية عظيمة في كل المجالات، فلابد أن يكون التعليم مشارك في هذه المرحلة التنموية الكبيرة جدا في جمهورية مصر العربية. معالي الدكتور، تفضل معالي الدكتور. وعشان كده يعني كان لابد أن احنا يكون عندنا استراتيجية واضحة. تمام. ونوعية خاصة لمحافظة الفيوم تحت صفات المرونة وقابلية التنفيذ والخصوصية بتاعة المحافظة، ويكون مرتكزة على طبعا الأهداف الاستراتيجية للتعليم في خطة الدولة. تمام. للتنمية المستدامة 2030، وتكون الخطة دي قائمة فعلا على التخطيط التشاركي لجميع المستفيدين من العملية التعليمية. تمام. معالي الدكتور، هل من رسالة طمأنينة لأولياء الأمور وطلاب محافظة فيوم؟ طبعا احنا أهالي محافظة الفيوم يعني نقدر نقول ان هم عزاز على قلبنا جدا، هو شعب طيب عامة جدا، وان شاء الله يعني بإذن الله احنا نعمل بإخلاص فعلا ان احنا نقدم لهم شيء جيد، وان احنا نكون بإذن الله في الفترة الجاية نقدر نعمل نقلة نوعية في التعليم في المحافظة، لأن هي محافظة تستاهل كده، وده يتزامن كمان مع يمكن فيه هنا خبر كويس إن في مركزين هيشهدوا تطوير كامل في المبادرة. مبادرة السيد الرئيس بالنسبة للحياة كريمة، مركزي يوسف الصديق وإتصا. عظيم. وطبعا ما تتبعه القرى، ما تتبعه المركزين من القرى والقرى التوابع، وفي الحقيقة ان جميع الأجهزة التنفيذية هنا في محافظة الفيوم بتعمل بدقة علشان يكون هذا العمل يستفيد به منه اكبر قدر ممكن من اهل الفيوم، وعشان كده كل الأجهزة التنفيذية بتتعاون في هذا الشكل بطريقة فيها نوع من التناسق، بحيث ان المشروع يطلع مشروع متكامل، ان القرى ديت يحصل فيها نقله كبيره جدا، لان اهاليها واهالينا تستاهل كل خير في هذه القرى. معالي الدكتور، اكرم من كلام حضرتك كده ان التربيه والتعليم مشاركه ايضا في مركزي يوسف الصديق واتصا في عمل برنامج حياه كريمه. طبعا كل الاجهزه التنفيذيه بتشارك، ومنها التربيه والتعليم. احنا عندنا المدارس اللي هي موجودة في المركزين دول وفي القرى التوابع للمركزين هتشهد نوع من إعادة التأهيل والتطوير، وفي امتدادات وفي توسع، بحيث ان يكون
بحيث ان يكون الكثافات بتاعت الطلبه في الفتره الجايه كثافات معقوله في المدارس، المدارس يكون امكانياتها عاليه مؤهله، بحيث ان احنا نحقق الجوده في التعليم، لان مفيش تعليم بيتم كده في اي حته بدون جوده. تمام. والتنسيق طبعا طبعا. فحته الجوده دي بنهتم بيها جدا. في حاجات هتخص التعليم الفني، لان التعليم الفني ده حاجه مهمه جدا. برضو من القضايا النوعيه بالنسبه لمحافظه الفيوم هي مثلا ندره الميه. تمام. عشان كده نتوجه بالتعليم الزراعي في الخطه الجديده نحو اقسام تقوم بقى على ازاي يكون في نوع من الري ووسائل الري الحديث اللي ما يستهلكش كميات كبيره من الميه، وبالتالي يغطي مساحات كبيره من الفدادين، لان التعليم شريك، شريك في الحياه على فكره. يعني ممكن معالي الدكتور نلاقي في المدارس الثانويه الزراعيه برامج تدرس كالري بالتنقيط مثلا او الري بالرش. بالظبط كده، ده يعني ده جزء خاص كمان بالمحافظه بنهتم بيه، لان ده عمل تنموي متكامل. تمام. لابد ان التعليم يشارك فيه والزراعه تشارك فيه والري يشارك فيه، كل الاجهزه اللي موجوده في المحافظه تشارك في ان احنا نقدم نموذج متميز في محافظه الفيوم. يعني الدكتور اكرم حسن وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الفيوم، شكرا لحضرتك. برنامج حياة كريمة في كل محافظات مصر، وقع الاختيار من قبل القيادة السياسية في مصر في محافظة الفيوم على مركزي يوسف الصديق وإطصاء. بالتوفيق لمركزي يوسف الصديق بأهلهم وبناسهم، بالتوفيق لمركز إطصاء بكل من يقطن هذين المركزين، ستشهد إن شاء الله حياة كريمة. ربما أنت لا تحتاج، ممكن واحد ساكن وما شاء الله ما أكثرهم رجال أعمال ومستوى المعيشة عالي جدا جدا، لكن أهلنا ربما في نجع من النجوع، في قرية من القرى، في عزبة من العزب، محتاجين هذه الحياة الكريمة. ما أن تصل هذه الحياة الكريمة لأي إنسان على أرض مصر المباركة إلا شيء يسعدنا ويفرحنا جميعا. إن شاء الله برنامج حياة كريمة ليس قاصرا كما رأينا على الشرب، مبادرة حياة كريمة ليست قاصرة على توصيل المياه والصرف الصحي فقط، ولا على التربية والتعليم فقط، بل هو برنامج سياسي ومبادرة سياسية حتى يتم العمل فيها عمل جماعي تكن ثماره أن تصل الخدمة إلى كل إنسان على أرض مصر المباركة. كل التحية والتقدير للقيادة السياسية في تعاملها الجديد حينما تكون هناك مشروعات قومية لا دخل لزيد ولا لعبيد ولا يتاجر فيها متاجر، ولا يزعم أحد أنني أتيت لكم بالخدمة ويطلب الولاء ويطلب السمع والطاعة. لا، أصبحت مصر الآن من الدول المتقدمة، الدولة تضع خطة والخطة تنفذ من قبل التنفيذيين. إذا كان في الخطة شيء خلل أو إضافة أو عمل، ربما يتقدم أحد بطلب ثم تضاف إليه الخدمة، إنما أن يدعي أحد أنه من أتى بهذا، مركزي يوسف الصديق وإطصة أتى في مبادرة حياة كريمة فلا يتاجر بذلك أحد. مصر الأمن والأمان، مصر الاستقرار، مصر كفاها شرفاً أن يقول عنها ربنا جل وعلا في علاه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الأمن المصري، الشرطة المصرية، في عيدكم دائما وأبدا نتذكر ما تفعلوه هو شرف لكم، كما ذكرت ويضاف الشرف أيضا لأزواجكم ولأبنائكم وكل من كان عزيز عليكم ولم تستطيعوا أن تكونوا بجوارهم. لكن أنا بقول لأي إنسان: يا جماعة حط نفسك مكان ضابط الشرطة، يروح الشغل الساعة 9 صباحا، قاعد في شغله لحد الساعة 4 العصر، يروح يتغدى إذا كان هيروح، ممكن يقعد في مكان شغله ويرجع تاني الساعة 6 ويكمل شغله للساعة 2 بالليل. هي دي الحياة، تقدر تعيشها؟ تقدر تستمر في عمل بهذا الحجم
وهذا الجهد اعتقد كتير منا مش هيقدر يتحمل هذا الجهد. معنا على الهواء مباشرة المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم. السلام عليكم باشمهندس. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله. باشمهندس ممكن حضرتك توضح لنا كده للمواطن البسيط ماذا يعني المشروع القومي لتأهيل الترع أو تبطينها، عبارة عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الترع معظمها في جمهورية مصر العربية تقريبا اتنشأت من حوالي 150 سنة تقريبا. تمام. يعني محافظة الفيوم أعتقد من آخر ملفات أنا شفتها كانت 1880 حاجة زي كده، يعني فوق المئة سنة. فوق المئة سنة. الترع دي بقى لها 100 سنة ما اتطورتش. تمام. من 100 سنة في حفارات بتشتغل عليها، في كان في قبل كده عمال، بعد كده بقى حفارات. الترع أصبحت غير مناسبة تماما، ابتدت تحصل مشاكل في نهايات الترع، ابتدت عرض الترع زاد جدا عن الحد المسموح به. تمام. تبطين الترع ده بيرجع الترع لأصلها تماما، يعني أكننا لسه نشئينها من أول وجديد. تمام. ده بيؤدي إلى حاجات كتير جدا. أول حاجة بيساعد على توصيل المية لنهايات الترع بسرعة وبكميات أكتر عادلة لجميع المنتفعين، زي يعني بداية الترع زي نهاية الترع. يعني يقلل من هدر الماء. يقلل من هدر الماء، بالإضافة لما قلل قطاع الترعة يرجعها لأصلها قلل معدلات البخ. قلل يعني معدلات البخ. ليه كمية البخ اللي كانت بتحصل في الترعة قلت. تمام. فابتدى كده ده بيعود على الفلاح نفسه. تمام. لأن البخر بيعتمد على المساحة، لما المساحة بتقل في الترعة من فوق بتبتدي البخر يقل، فده عائد كله على الفلاح. تمام. بيبتدي أي منشأ، كلمة تأهيل هو تأهيل وليس تبطين. التأهيل بتشمل التبطين من جوه التأهيل. تمام. أي حاجة فيها مشكلة في الترعة بتتعمل، فتحة بايظة، كوبري، هضار، أي حاجة موجودة على الترعة بترجع لأصلها من جديد. يعني الصيانة شاملة. صيانة شاملة، هو ليس تبطين هو تأهيل. تمام. باشمهندس وممكن برضه باشمهندس بعد التأهيل بنستفيد استفادة كمان، الطرق تتسع، الطرق يبقى في مجال للطرق احسن. انا من يعني انا كنت في زياره للترعه، احنا بنعملها في مركز ابصص ما ترعه الجرجبه. تمام. احنا كنا مش بنعرف نمشي عليها بالعربيه، دلوقتي الطريق حوالي 10 متر ما شاء الله، يعني جاهز للرصف تماما يعني. وهيكون نفس الشيء في كل ترعه هيتم عمل تاهيل لها، هيتسع الطريق طبعا. هترجع الترعة لما اتعملت في الاصل كانت الترعة في النص وطريق في البر الايمن وطريق في البر الايسر. تمام. مع الوقت ده كله اصبح مفيش، يعني في ممكن تلاقي الطريق من جهه 3 4 متر والجهه الثانيه مش موجود، فده رجع الترعة لاصلها تمام. طب باشمهندس ايمن نضر، حضرتك كنت في زياره لقريه سيلة، ما هو العمل اللي هيتم وايه الفائده اللي هترجع على قريه سيلة؟ الحقيقه هي زياره قريه سيلة كان مشرفنا فيها معالي وزير الري ومعالي محافظ الفيوم ونائب محافظ الفيوم. الحقيقه الزياره دي كان ليها اكتر من محور. تمام. يعني تقريبا ثلاث محاور. المحور الاولاني هو متابعه اعمال التاهيل الترع. معالي الوزير زار ترعه مطرطرس الشرقي اللي بتم تبطينها وترعه كفر عميره. المحور الثاني كان متابعه الري الحديث، لان احد المواطنين هناك كان ابتدى يعمل ري حديث والوزاره بتشجع. تمام. الاهالي على عمل الري الحديث، بتدي 5000 للفدان مهمات، يعني بنجيب مواسير للفدان في حدود 5000 او محابس وبتتسدد على سنتين. ممكن الوزاره عملت بروتوكول مع بنك التنميه الزراعيه انه يمول كل التحويل للري الحديث على فترة 5 سنين بفايدة بسيطة جدا تقريبا 5%. تمام. وبدون مصاريف إدارية. في كمان احنا عملنا برضو حاجة كويسة كده مع المنتفعين عشان نزود الاستفادة بكل نقطة مية، ان احنا هنبطن المسائل الخصوصية بتاعت الفلاح نفسه جوه أرضه. تمام. هنعملها بطريقة بسيطة جدا، انا كوزارة ري هوفر له البلوكات اللي هيبني بيها، هوفر له الاسمنت، هوفر له اللم، وهو عشان يشاركني هيجيب
البنايين ويبنيها تحت إشرافنا، إحنا هنبقى مشرفين تماما عشان النواحي الفنية، وفي نفس الوقت هنقسط له الكلام ده كله على 20 سنة بدون فوائد. 20 سنة بدون فوائد، يعني المبالغ دي بعد 20 سنة مش هيبقى لها قيمة. طب باشمهندس أيمن، يمكن برضو لو أحد المواطنين أو مجموعة مواطنين عندهم ترع، عندهم بحر، عندهم أي حاجة محتاجة تأهيل وتبطين، يروح فين ويتابع مع مين؟ حضرتك في الترع، لو ترع عمومية، ومعظم ترع محافظة الفيوم داخلة في التبطين، في إدارة ري شرق الفيوم وإدارة ري غرب الفيوم. بالنسبة للمسائل الخصوصية اللي هي بتاعت المنتفعين اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، تمام، دي في عندنا إدارتين، إدارة اسمها التوجيه المائي أو إدارة تطوير الري، ودول بجوار مديرية أمن الفيوم مباشرة. أي حد عايز يعمل الترعة بتاعته يشرفنا وإحنا إن شاء الله هنعملها. طب باشمهندس أنا أستأذن من حضرتك ونعلن برنامج مع القادة يتلقى من أي مواطنين عندهم ترع عمومية محتاجة تأهيل أو أي شكاوى يتواصل مع برنامج مع القادة، وإن شاء الله الباشمهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري هيتابع معنا هذا الملف. إحنا تحت أمرك كده. شكرا مهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم. بفضل ربنا في كل المجالات يتم البناء. الآن التربية والتعليم تعلن تأهيل بعض المدارس في مركزي يوسف الصديق وإتصا. الري هيعمل في هذه المبادرة أيضا، لكن خارج المركزين في شغل واقع على أرض مصر. العجيب في مصر يا جماعة بجد، اللي ما يقولش فيه تنمية في مصر حاجة من الاتنين، يا إما هو أعمى مش شايف، يا إما شايف بس حقود ومش عايز يقول. في تنمية بتتم على أرض مصر، ما أجملها وما أروعها في توقيت اقتصاديات العالم تسقط. مصر تحير العالم قديما وحديثا في ظل أزمة المياه، استصلاح 1.5 مليون فدان، في ظل اقتصاديات ساقطة ورؤوس أموال كانت بالأمس تعلن عن أرقام فلكية، الآن تعاني من اهتزاز. مصر تقوم بالبناء وبالإنشاء في كل المجالات. انظر إلى الطرق الآن، انظر إلى خطة السكة الحديد في الفترة التي تولى فيها المحترم سيادة الفريق اللي كلنا نقدم له التحية والتقدير، ونموذج لأبناء القوات المسلحة المصرية اللي هو أدار المشروعات الهندسية باقتدار. ولما تولى وزارة النقل ظن الجميع أنها مقبرة له، لكنه عبر حتى يعلن للجميع أن أبناء القوات المسلحة المصرية لديهم القدرة على أن يبهروا العالم، وتقلب ميزانيات وأفكار العالم للنقيض تماما بتمام. بنقول يا جماعة أن أي إنسان في عمله هيخلص ربنا سبحانه وتعالى لابد وأن يكافئه، لكن يكون عندك الإرادة، عندك القوة، عندك العلم، عندك إنكار الذات، عندك العمل الجماعي، يكون لديك فكر إنك عايز ترفع الراية ولا تشغل بالك إن أنت اللي ترفعها، ترفع الراية لا يهمنا من يرفعها. نريد التقدم لمصر، نريد البناء لمصر، نريد أن ترجع مصر لمكانتها أفريقيا عربيا دوليا، شاء من شاء أبى من أبى ستعود مصر إلى مكانتها. مرضت مصر ولكن لم تموت. مصر ربنا سبحانه وتعالى حميها وربنا حافظها. مصر الآن أقوى مما كان. عشان كده بقول يا جماعة، طب ما تيجي بقى بالمرة بقى كده نعلم أولادنا يعني إيه مصر، يعني إيه الجيش المصري. الجيش المصري ما زال ويعلنها صراحة ليس لنا عدو إلا إسرائيل. طب هو لو كان الناس زي ما بتقول يا جماعة
ان القياده بايعه القضيه واسرائيل متحكمه في مصر. لو كان الكلام ده حقيقي تم كان اسرائيل خدت ميه من سد النهضه وخدنا الميه اللي احنا عايزينها. لم ولن يحدث هذا الامر. الشعب المصري عنده عقيده والشرطه المصريه عندها عقيده ان اللي يقرب من مصر بياكلوه. اقول لك على حاجه، حتى في الداخليه انت شفت انسان ماشي كده في حاله حد بيتعرض له؟ طب بنروح وبنيجي وبنخرج وحدش بيسالنا انتوا رايحين فين ولا جايين منين. طول ما انت انسان مسالم لك السلم، انما تتعدى على الاخرين لا. تعالى هنا بقى، اولا انت عندك جهاز شرطي في مصر بلا مبالغه يلعب بالبيضه والحجر، عارف كل حاجه، فاهم كل حاجه، مش هيضحك عليه. يعني يقعد مع الواحد كده يخبزه ويعجنه وعارف افكاره وعارف طريقه كلامه وعارف ابعاد لنا ولا انت نعرفها. فما تحاولش تتعامل مع الجيش المصري والشرطه المصريه بذكاء. ده جهاز بيعتمد على التكامل، بيتغذى من كل ابنائه من كل اعضائه، في تواصل. موضوع دلوقتي حاليا غير زمان. زمان كان في قضيه مكتوبه في ورقه مرميه في درج عشان تطلعها حتى الموظف المكتب مش عارف يطلعها. حاليا في كمبيوتر، في سجلات، في تقدم، في ارشفه موجوده، مختلف الوضع تماما بتمام. الاوراق مكشوفه يا جماعه. زمان كان عشان الامن يعرف معلومه يجيب مخبر ويمسك جريده ويقعد على قهوه ويخرم الجريده عشان ينظر ما وراها. دلوقتي يا باشا لا، بالتليفون بتاعك. العرب زمان قالت كلمه وبتتحقق دلوقتي حاليا. العرب كان يقول لك تكلم كي اعرفه. طول ما انت قاعد ساكت مش هعرف عنك حاجة، اول ما تتكلم هعرف عنك كل حاجة. فانت لما تمسك الموبايل كده وتيجي تتكلم يا باشا اعرف ان كلامك ده يوصل للكل. انت ليه تجيب ضرر لاهلك؟ انا بتكلم الشباب. هو لما تكتب بوست كده ده اللي هيغير الدنيا؟ يا عم فوق شوية، محدش يضحك عليك. انت عندك مصر قادمة قادمة ان شاء الله، اركب معنا بقى، كمل معنا المشوار. ومش بقول ان القائمين على الامر ملائكه، بشر يصيبون ويخطئون، لكن كلنا يد بيد نمضي هذه المرحله. يا جماعه مصر لا قدر الله وعمره ما تحصل ان شاء الله، لو وقعت مصر نروح فين؟ مين يتحملنا؟ الناس كرهاننا عشان كرامتنا، الناس ما بتحبناش عشان شايفين نفسنا ومحدش كسر عيننا. هنروح فين؟ ما نقدرش نروح اي مكان تاني. مصر هي المحيا، مصر هي الممات. لكل العقلاء احذروا من يتكلم بخبث امامكم. انا بستعجب يا جماعه لما الاقي واحد كده بيضيع نفسه كاتب لي رساله. بقت انت البطل خلاص يا اخي. راعي والدتك، راعي والدك، راعي اخواتك، راعي عيلتك، ليه تجيب اذى للكل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال فليقل خيرا او ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم ظل حوالين الكعبة وهو يصلي قبل الهجرة 13 سنة وما وقفش قدام الأصنام وما عملش أفلام. لا يا جماعة، ديننا حريص على الأمن، حريص على الأمان. دينك بينك وبين ربنا. يا أخي أنت بتخاف ربنا قوي وبتصلي وبتصوم، حافظ على حق الجيران، حافظ على حق بلدك، حافظ على كرامة المسؤولين. مش النبي برضو اللي قال أنزلوا الناس منازلهم؟ لما الاقي ضابط، لما الاقي مهندس، لما الاقي قائد، لما الاقي مدير، لا ادي له احترامه. مش هو ده الدين ولا الدين غير كده؟ مش الدين ان انا احافظ على الجيران؟ مش الدين ان انا احافظ على بلدي؟ ولا ده مش الدين يا جماعه؟ ولا بيجيبوا دين جديد؟ ليه التجاره بالدين؟ اصبح الان من يتحكمون بل ويفتون هم في الاصل يبيعون دين. ما بقولش الكل، لكل قاعدة شواذ، لكن برضو بقول يا جماعة واجب على الدولة برضو ان في اشخاص يستحقون المكانة، هم بجد قادة، فنقف معاهم. وكل انسان يخدم بلدنا احنا نخدمه، لان مصر قادمة. واي انسان يا جماعة، اختم، هارون الرشيد كان بيقول للسحابة ايه؟ امطري حيث شئتي سيأتي الي خراجك. وانا اقول لكل مسؤول على ارض مصر ابدع، قد للنجاح، فأي عمل سيعود على مصر. ولا نريد إلا الخير لمصر،
حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها. لا أنسى في الختام أن أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على قناة الصحة والجمال، ما رأيت منكم إلا كل خير، فلكم مني كل التحية وكل التقدير في أي مكان في أي قناة. برنامج مع القادة لا يتكلم إلا للمصلحة العامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه. إلى أن ألتقي بكم في لقاءات قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة في كل مجال ندرس فكر مع فكرة، حياتنا نعيشها بالآمال ونرسم حلمنا البكرة، نسافر رحلة الأيام.